اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صحتك تهمنا على قناه جمالك معانا احلى. انا الدكتور حامد عبد الله حامد، استاذ الامراض الجلديه والتناسليه والعقم كليه الطب جامعه القاهره، ويسرني ان انا التقي معاكم في حلقات متعدده عن كل ما يتعلق بصحه وجمال البشره والشعر والاظافر. الحلقة دي هنتكلم فيها عن حب الشباب. الحقيقة دي مشكلة بتهم كثير من السيدات والفتيات، والعنوان الحلقة حقائق وهم عن حب الشباب. أول وهم هنبتدي بيه نزيله من حب الشباب انه حب الشباب ده مرتبط بالشباب. كلها هتلاقيها نقط لطيفة جدا ونقط بتغير مفاهيم وأفكار خاطئة كتير عننا. حب الشباب الحقيقة مش مرتبط بسن معين، هو أكتريته بتحصل في سن المراهقة، ابتداء من سن 12 أو 13 سنة لحد سن 20، ده الأغلبية. لكن ممكن نلاقي حب الشباب في الثلاثينات، ممكن نلاقيه في الأربعينات، ممكن نلاقيه في الخمسينات، بس طبعا ما بيطلقش عليه حب الشباب بقى، وإن كنا بنعتبر الناس اللي في الخمسينات برضو شباب. سودر ماكس كريم هو مستحضر سويسري من إنتاج شركة LSI. هو كريم يعالج الندبات وأثار حب الشباب والحروق والجروح وأثار العمليات الحديثة أو القديمة والتي مر عليها أكثر من 10 سنوات. هذا لأن سودر ماكس كريم يحتوي على أقوى مضادات الأكسدة التي تعالج الندبات بطريقة ممتازة حتى الزوال. سودر ماكس كريم يأتيكم بسعر 78 جنيه فقط. كل هذا في سودر ماكس كريم، متوفر بالصيدليات. ايه بقى حب الشباب دوت؟ هي معناها انسداد في الغدد الدهنية اللي بتغذي البشرة. هو مفروض اي بشرة فيها غدد دهنية الاجابة اي بشرة فيها غدد بتفرز مادة دهنية، المادة الدهنية دي بترطب البشرة، بتمنع جفافها، بتحميها من الشمس، بتحميها من التراب، بتحميها من العوامل المختلفة اللي في الجو زي الرطوبة والحر، وعشان كده في فصل الصيف بالذات بتبقى مهمة جدا. ساعات افراز الغدد دي بيحصل فيه مشكلة انه يخليها افرازها بيزيد شوية، او القنوات بتاعة الغدد دي تتسد فبتعمل حبوب الشباب دي. الحقيقة بتعمل تأثير نفسي أكتر منه شكلي كمان. كتير من السيدات والبنات حتى بتبقى راحة المدرسة، راحة الجامعة، راحة الشغل بتاعها، بتبقى محرجة أنها تنزل وشايف الحبوب ده. وممكن كمان بتدخل في مشكلة أخطر، أنها بتحاول تتعامل معاها. دي تاني بقى وهم هنزيله النهاردة، ويمكن من أهم الأوهام المرتبطة بحب الشباب، اللي هي أن احنا نقعد نجرب علاجات. أنت عملتي إيه في الحبوب اللي بتطلع لك؟ طب جربي حطي عليها مية ورد، جربي حطي عليها مش عارف عصير ترمس، جربي حطي عليها ايه. مش عايزين تجارب. حب الشباب ده مرض زي مرض القلب، زي مرض السكر، زي مرض الضغط. محتاج نروح لدكتور امراض جلدية نشوف ايه الاسباب بتاعته ونشوف العلاج بتاعه ايه. لان ساعات حالات حب الشباب، وعاوزين ناخد شعار من دلوقتي في البرنامج ده وفي القناة دي، ان الجلد هو مرآة للجسم. معظم الامراض الجلدية بتبقى مرتبطة بحاجة داخلية في الجسم. فاحنا لما بنبص على العرض الخارجي بتاع الحبوب اللي بتطلع في الوش او في الظهر او في الكتف، ما نبصلوش على انها مجرد حبوب على سطح الجلد، لا، دي ممكن تكون انطباع الدكتور بيشوفه، ياخد عنه انطباع انه متسبب من سبب داخلي. من اهم الاسباب الداخلية اللي بتعمل حب الشباب هي اضطراب الهرمونات عند السيدات او البنات كمان. ممكن اضطراب افرازات المبيض، ممكن زيادة هرمون التستوستيرون او الهرمون الذكر، وده موجود في اي سيدة او بنت بنسبة معينة ضئيلة جدا، لو زاد بيعمل الحبوب. وفي الحالة دي حب الشباب بيبقى مصحوب بتساقط في فروة الراس، في شعر فروة الراس، ومصحوب بزيادة في نمو الشعر في الوجه والجسم. يبقى اذا طبيب الامراض الجلدية، القاعدة الثالثة، طبيب الامراض الجلدية هو الشخص الوحيد المسؤول عن علاج اي حاجة على الجلد. يا جماعة مفيش حاجة نجرب، مفيش حاجة اسأل صاحبتي، مفيش حاجة ادخل على النت واشوف مش عارف ايه. كل الحاجات دي لو معلوماتك عن بشرتك وشعرك وضوافرك سواء في التجميل او في العلاج لا تستقيها الا من خلال دكتور امراض جلدية فقط. كلمة واحدة. طيب هل في اقنعة او حاجات طبيعية ممكن احطها؟ الاجابة لا، دي لازم علاج طبي
بنعمل تحاليل للبنت او السيده نشوف ايه سبب ظهور الحبوب، وخصوصا لو ظهرت في سن كبير شويه بعد سن العشرين. الحاجه الثانيه بنعملها ممكن ساعات نعمل سونار على المبيض، لان ساعات برضو اضطرابات المبايض تعمل كده. كل الحاجات دي ممكن مش ضروري تكون موجوده في كل حاله حب شباب، لكن بتبين لنا اهميه ان احنا لازم نتعامل معها بطريقه طبيه وعلميه، مش طريقه النت والحاجات اللي بنجيبها من النت او طريقه صاحبتي استخدمتها او بنت خالتي استخدمتها. لما نتاكد من التشخيص ونعمل التحاليل والاشعاعات وتطلع سليمه، الحبوب ديت هي عباره عن غدد دهنيه اتسدت وبيطلع عليها نوع من البكتيريا، يبقى علاجها لازم في الاتجاهين، نشيل الانسداد ده ببعض الكريمات وناخد علاج للبكتيريا اللي طلعت على الجلد ده وسببت الحبوب. سودر ماكس كريم هو مستحضر سويسري من انتاج شركة LSI. هو كريم يعالج الندبات واثار حب الشباب والحروق والجروح واثار العمليات الحديثة او القديمة والتي مر عليها اكثر من 10 سنوات. هذا لأن سودر ماكس كريم يحتوي على أقوى مضادات الأكسدة التي تعالج الندبات بطريقة ممتازة حتى الزوال. سودر ماكس كريم يأتيكم بسعر 78 جنيه فقط. كل هذا في سودر ماكس كريم، متوفر بالصيدليات. الحاجة المهمة اللي بعد كده، ما نحطش كريمات على وشنا. شوفوا دي رابع او خامس وهم بنزيل النهارده، ما نحطش كريمات غير معلومه المصدر او مجهوله على وشنا، لان الكريمات دي قد تحتوي على ماده الكورتيزون. الكريمات الكورتيزون الحقيقه منتشر جدا، ومعظم الكريمات اللي في الصيدليات فيها نسبه كورتيزون سواء زادت او نقصت، بس فيها نسبه كورتيزون. وكريمات الكورتيزون دي مش عيب ومش مشكله، واحنا كاطباء بنستخدمها ولها استخدامات في حاجات كتير جدا، الا في حب الشباب وفي الوش. تخيلوا بقى، ما فيش بنت او سيده بتجيلي عندها حبوب في وشها الا اذا استخدمت، طبعا مش هنقول اسماء، استخدمت كريمات فيها كورتيزون وزودت لها الحبوب. بعد ما نعالج الحبوب بتفضل اثار، اللي هي زي البقع او الاثار الغائره. البقع او الاثار الغائره اللي بتتخلف من بعد علاج الحبوب، خصوصا اوقات البنت بتلعب فيها، ممنوع نلعب فيها، بنستخدم لها يا اما تقشير، جلسات تقشير متعدده، او بنستخدم لها ليزر. يبقى اذا عشان نلخص الحلقه بتاعت النهارده، حب الشباب ده مرض جلدي مش محتاج ان احنا نجرب فيه حاجه، مش محتاج اخد علاج صاحبتي، لازم اي كريم لازم يكون الدكتور كاتبه لي، بيحتاج فتره علاج من 3 ل 6 شهور، واذا تخلف عنه اثار او لون او بقع او اثار غائره بنعالجها بالتقشير وبالليزر. وفي النهايه بنتمنى ليكي صحه جيده، وخصوصا صحه بشرتك وضوافرك وشعرك، في قناه جمالك معانا احلى. وإلى اللقاء في حلقات أخرى جديدة نتكلم فيها عن كل ما يتعلق بالبشرة والجلد والأظافر والشعر. شكرا لكم.